صحيح. مشروع خطة تسديد تبليغ راه غادي يوحدوا لنا خطبة الجمعة، وغادي يحدوا لنا من الإبداع والاجتهاد ديال خطيب الجمعة، وهادشي خطير على قرب خطيب الجمعة من مشاكل المواطنين ومن معالجة الظواهر اللي كتدور في الحي وفي المجتمع. اللي خص الإخوة المواطنين والأخوات المواطنات يستوعبوا، وأن هذه الخطة هي ثمرة، هي منتوج ديال سنوات من المداولات والمناقشات واللقاءات ومطارحات حول سؤال كيشبه لك سؤال اللي طرح في بداية القرن ديال علاش تقدم الغرب وتخلفوا المسلمين. حنايا الآن العلماء طرحوا سؤال بحال هكا، قالوا علاش خطب الجمعة كتكون كل أسبوع في المغرب كله بالآلاف، يعني أكثر من 40,000 ولا هي الخطب، والدروس والمواعظ لا اللي كدار رسميا في المساجد ولا الخطب والدروس اللي تغطي مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. الكل يعظ والكل يرشد ويمارس الإرشاد والكل يقدم النصيحة، ولكن سؤال بسيط كيطرحوا أي عاقل، علاش الأخلاق ديالنا ما كتقادش، السلوك ديالنا ما كيتقادش، ولا زالت الظواهر للإنحراف للجنون في الشباب أسر أطفال بدو نقولوا تزداد وتستفحل. وهذا ماشي كلام عام أو قيمي أو انطباع، لا هذا كلام بناء، لأن العلماء كينتاوي المؤسسة رسمية دستورية هي المجلس العلمي الأعلى، واعتمدوا على مؤسسة رسمية دستورية لمكلفة برصد الظواهر وبالإحصاء وبالتخطيط وبالتقييم وبالرصد. فالإحصائيات كتقول بأن السجون يزداد روادها سجنا من مختلف شرائح المجتمع، الأطفال والشباب. احنا في المجلس العلمي الطنطان عندنا كما المسائل المجالس العلمية كلها في المملكة المغربية، عندنا حصص ديال الوعظ والدروس في السجون، وكنعرفوا الظروف ديال السجون، وكنعرفوا الشباب اللي داخل السجون ونوعية المشاكل اللي عندهم ونوعية الجرائم اللي ارتكبوا. فبناء على هذه الإحصائيات اللي كتعطينا نسب المخدرات ونسب المسجونين ونسب طلاق، مشاكل المطروحة في المحاكم، ارتأى العلماء للمملكة المغربية، هذا نوع من الإجماع. الناس اللي كيقراو أصول الفقه في المتدينين راه كيعرفوا بأن من مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا راه إجماع ديال علماء المملكة المغربية. حنا كنتكلمو في العصر ديال المؤسسات، أن لابد من إعادة النظر في تبليغنا للدين. الوعظ، خطب الجمعة أو الكلام في الدين بغاية أو بقصد نصح الناس وإصلاح الأخلاق والمساهمة في تغيير
الواقع نحو الأحسن وهي عملية الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا العملية تحتاج إلى تسديد. كلمة تسديد كيقول فيها سيدنا رسول الله فسددوا وقاربوا. تسديد بالدارجة هو النيش، هو كالنيش كالسيبلي. ها لا بد من هذا التبليغ خصو يتسدد. يعني احنا كنبلغوا كنصحوا كنخطبوا، ولكن راه ما كيوصلش داك الشيء اللي بغينا، ما كيوصلش للقلوب. والدليل انه لا يعطي النتيجه المرغوبه. فبعد دراسات وورقات اعمال ومناقشات اجمع علماء المملكه المغربيه الشريفه على خطه أو على إخراج خطة تسديد تبليغ الدين من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة. باختصار هو أن الخطب والمواعظ غادي يولوا وراها خبراء اللي كيطبقوا قواعد الاجتهاد الشرعية التي تقوم على شيئين، عين على الواقع وعين على الشريعة أو الشرع. عين على الواقع، ماشي أي واحد كيعرف الواقع شو واقع فيه، لأن الواقع حتى هو راه طبقات، شحال من واحد كيعرف غير السطح ديال الواقع. الواقع شكون اللي كيقول لنا شنو هو الواقع؟ هما الخبراء، هي الإحصائيات، هي مراكز البحوث، هي المؤسسات ديال الدولة المكلفة بالإحصاء اللي كتعطى عليها الإحصاء يوميا وكتطلع عليها التقارير يوميا شنو واقع، ونوعية الجرائم ومساحة الجرائم وانتشار الجرائم وجغرافية الجرائم وسيكولوجية الجريمة والتصنيف ديال الأعمار وديال الطبقات العمرية اللي كتنحرف. هاد الاجتهاد المبني على عين على الواقع وعين على الشريعة هو الذي أفرز لنا وأثمر لنا وأعطانا هاد الخطة ديال تسديد التبليغ. ولذلك من اليوم فصاعدا غتكون الخطبه خطبه مبنيه على واقع، واقعه على حدث، على ما يمكن ان نسميه حقيقه اجتماعيه. كاينه شي حاجه في الواقع بغات تعالج، والعلاج كذلك يكون بحال الدواء بالكميه بالقدر بالنسبة التي تناسب المريض وتناسب الظاهرة والمجتمع. هذا الشيء اللي غادي يخلينا إن شاء الله في المستقبل ما يبقاش عندنا هذاك بين قوسين هذاك العشوائية في طرح المواضيع على الناس، أن يصعد الخطيب إلى المنبر وأن يناقش قضايا قد تكون بعيدة عن هموم المجتمع، قد يكون طرحها طرح غير موفق، قد يكون استدلال فيها استدلال غير موفق، قد تكون قضية تزيد من تعميق المشكل والأزمة في المجتمع، لتفادي هذا الاجتهاد المفتوح الذي جرب سنين وعقود ولم يعطي نتيجته، غادي يدخل دابا لمرحلة التسديد فقط. وهذا الشيء راه قايمين عليه علماء ربانيين، علماء غيورين على الدين، علماء يعني بشواهد عليا يمارسون حتى هما الوعظ والخطب سنين، واتفقوا على ان لابد من الوقوف وقف التامل والدخول الى مرحله جديده من تغيير الخطاب الديني، لكي بعد كل عدد من الشهور نشوفوا ونتأملوا الإحصائيات، هل هذه الخطب وهذه المواعظ التي تلقى على الناس هل تعطي ثمارها أم لابد نحتاج إلى تجديد آخر؟ والتجديد راه ما راه لا حدود له. راه لك الصحابي رضي الله عنه معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي إن عرض لك قضاء، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آله. فهذا الاجتهاد مفتوح وسيبقى مفتوح في المملكة الشريفة إلى أن تظهر التغييرات الحقيقية ويتطابق
ما يريده الله سبحانه وتعالى من دينه وشريعته، وما نلاحظه في سلوكنا في المجتمع من إصلاح ومن حياة طيبة. الهدف ديال هذه الخطب وديال هذه المواعظ أن نصل بالمواطن المغربي أن يعيش التدين الذي يرقيه إلى الحياة الطيبة. الحياة الطيبة فيها السعادة وفيها الهناء وفيها الاستقرار وفيها الكلفة المعيشة تخف عن الناس، ما يبقاوش الناس عايشين هذا الضنك. يقول الله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بغينا إخراج الناس من الحياة الضنك، حياة الضنك اللي كيعيشوها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.